الصين قرعت طبول الحرب بوجه تايوان وقامت باختراقات خطيرة جدا لمنطقة تحديد الدفاع، بالإضافة إلى أن هنالك اختراقات أكبر ستكون يوم غد بالقرب من الأراضي التايوانية. كل هذا يأتي بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان بهذا الشكل، والتقت أساسا بالرئيسة التايوانية، وكانت هنالك تصريحات مثيرة قادمة من الطرفين. بالنسبة لنانسي بيلوسي، هي أكدت بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى عن تايوان، هي مع تايوان في حريتها وفي الدفاع عنها وفي أمنها. وكذلك الكلام القادم من الرئيسة التايوانية كان واضحا جدا بأنهم لن يترددوا في المواجهة العسكرية مع الصين، وهذا الأمر هو يعتبر مستفز جدا للصين لأسباب مهمة للغاية، لأن هذه الزيارة تحديدا هي تعتبر أول زيارة لمسؤول أمريكي رفيع المستوى منذ 25 عاما، قبل 25 عاما تحديدا في عام 1997 كان هذا الرجل نيوت جينجريتش، وهو أيضا كان رئيسا لمجلس النواب الأمريكي، كان قد زار تايوان 25 عاما حتى رأينا نانسي بيلوسي تصل إلى تايوان. المسألة مسألة سيادية بالنسبة للصين، هذا يعتبر خرق للسيادة بالنسبة للصين، وذلك لأسباب تاريخية مهمة يجب أن ننتبه إليها. هذه هي الصين التي ترونها، وهنا تايوان الجزيرة الصغيرة مقارنة بالأراضي الصينية. بكل تأكيد كانت هنالك أساسا حربا صينية أهلية في عام 1927 بين الحزب القومي الصيني الذي كان أساسا هو الحاكم آنذاك في الصين مع الحزب الشيوعي الصيني، واستمرت طبعا هذه المعارك حتى عام 1949، وبعد ذلك تمكن الحزب الشيوعي من الانتصار وهو الذي سيطر تماما على الصين، وهرب الحزب القومي الصيني إلى تايوان وقام بإنشاء حكومته هناك، وأطلقوا طبعا على نفسهم جمهورية الصين، بينما بالنسبة للحزب الشيوعي الصيني أطلقوا على نفسهم جمهورية الصين الشعبية. بالنسبة للتايوانيين يعتقدون بأن الصين بأكملها لهم الأحقية فيها بكل تأكيد، وبأنهم هم الصين، بينما بالنسبة لجمهورية الصين الشعبية تعتقد بأن تايوان وجزيرة تايوان هي إقليم متمرد على الصين بكل تأكيد. وطبعا بعد ذلك كان هنالك دعما كبيرا جدا من المجتمع الدولي بعد عام 1949 لتايوان تحديدا، دعموها بشكل هائل للغاية، واستمر هذا الدعم طبعا من قبل دول العالم حتى عام 1971، لأن الصين استخدمت قضية مهمة جدا وهي قضية الإمكانيات الاقتصادية التي تتمتع بها الصين الكبيرة جدا مقارنة بتايوان. على هذا الأساس بدأت تتفاعل وبدأت تتعامل مع الدول التي اعترفت التي تعترف بتايوان وتتعامل معها وتتعامل مع تايوان كالصين وأساس الصين وهم الصين، بدأت تقول لهم بأننا لن نتعامل معكم تجاريا ولن تكون بيننا وبينكم أي علاقات رسمية بأي شكل من الأشكال حتى لحظة سحبكم للاعتراف من تايوان، وبعدها وكذلك تتعاملون معنا، نحن أساسا هنا الحزب الشيوعي الصيني في الصين. هذا هو أساس المسألة، وعلى هذا الأساس طبعا نجحت تماما الصين حتى عام 1971 كما تحدثنا بجعل المجتمع الدولي أن ينقلب تماما على تايوان، وبدأوا يسحبون طبعا وسحبوا العضوية في هذا العام الذي ذكرته لكم، غيروا عضوية مجلس الأمن الدولي من تايوان مباشرة إلى الصين، ووصلت الأمور حتى هذه اللحظة أن 13 دولة فقط هي التي تعترف بتايوان كدولة ذات سيادة كاملة، ومن ضمن هذه الدول التي لا تعترف بتايوان كدولة ذات سيادة كاملة هي الولايات المتحدة الأمريكية بنفسها. صدق أو لا تصدق، الولايات المتحدة الأمريكية هي في حقيقة الأمر لديها علاقات مع تايوان على مستوى القانون الأمريكي، على مستوى تصويت في الكونغرس الأمريكي للسفر إلى تايوان في مد الأسلحة وغيرها إلى تايوان، لكن كاعتراف بأن تايوان هي دولة ذات سيادة كاملة ليس حاضرا، واسم الولايات المتحدة الأمريكية غير موجود أبدا. لذلك بالنسبة لنانسي بيلوسي أن تأتي إلى هذه الجزيرة تحديدا وأن تضع هذه التصريحات تجاه الصين هو خرق كبير وخطير للغاية، وهذا ما دفع الصين طبعا عند وصول
نانسي بيلوسي أن يقوموا بعدد من التحركات المهمة جدا العسكرية، واحدة منها بأنهم أعلنوا بشكل مباشر بأنهم سيقومون بمناورات عسكرية وتدريبات عسكرية هي ستكون حول تايلاند من جميع أو حول تايوان عفوا من جميع الاتجاهات، وذلك سيستمر لمدة 3 أيام. هو سيبدأ وستبدأ هذه المناورات العسكرية يوم غد وستستمر لمدة 3 أيام حتى 7 أغسطس. وبالتالي لكي ننتبه على خطورة الموقف القادم يوم غد من الصين تجاه تايوان، هنالك منطقة تحديد الدفاع، هنا تايوان، هنا الأراضي الصينية، هذه هي منطقة تحديد الدفاع التي ترونها التي تأتي تقريبا بهذا الشكل المقرب لهذه المنطقة المهمة للغاية. باختصار شديد جدا هذه المنطقة أي طائرة بغض النظر عن هذه الطائرة إذا ما اخترقت هذه الأجواء ووصلت إلى منطقة تحديد الدفاع بالنسبة لتايوان عليها أن تعرف بنفسها للقوات التايوانية لكي القوات التايوانية والقوات الأمنية التايوانية لكي تعتبرها طائرة صديقة، ولكن إن لم تقوم بعملية التعريف عن نفسها فالحق كل الحق للتايوانيين بعملية ضرب هذه الطائرات. ولكن المشكلة الأساسية بأن الصين تخترق هذه الأجواء مئات المرات خلال كل شهر، في كل شهر من العام مئات المرات تخترق هذه الأجواء من دون أن تصرح لتايوان بأي شكل من الأشكال ولا تذكر لهم بأنهم قادمون بهذه المنطقة أو لا، وذلك للتأكيد على أنهم أصحاب السيادة وتحديا لتايوان، وتايوان غير قادرة على عملية إسقاط أي من هذه الطائرات لسبب مهم للغاية لأنها تعلم بأنها ستكون هنالك حرب وستكون ذريعة كافية للصين لغزو تايوان بكل تأكيد. الآن بالنسبة لهذه المناورات التي يجب أن ننظر إلى تفاصيلها بشكل واضح للغاية، بالنسبة للصينيين نشروا أساساً الإحداثيات التي سيعملون عليها وهي مخترقة تماماً لمنطقة تحديد الدفاع. سيقومون بعملية المناورات بهذا الاتجاه تقريباً، وكذلك هنالك اتجاه آخر بهذه المنطقة واتجاه بعيد تقريباً من منطقة تحديد الدفاع، وهنالك منطقة بهذا الاتجاه ومنطقة بهذا الاتجاه، لاحظ من الشرق ومن الغرب لتايوان، فإن المناورات قريبة للغاية وهنالك مناورات أيضاً تأتي بهذا الاتجاه. المسافة تقريباً للمناورات تحديداً من الغرب هنا تبعد ما يقارب 2 كيلومترين فقط من الأراضي التايوانية، لحظات صعبة للغاية ستكون بدءا من يوم غد على التايوانيين في ظل هذه العمليات. وكذلك أننا يجب أن ننتبه من اللحظات الأولى لوصول بيلوسي إلى تايوان مباشرة قامت 21 طائرة من الطائرات الصينية باختراق مضيق تايوان الذي يأتي بهذا الاتجاه، وطبعا اخترقوه قليلا بهذا الشكل وبعدها انسحبوا في تحذير واضح لما ممكن أن يكون قادما من الصين تجاه تايوان. بالتالي هذا الأمر هو مزعج ومزعج للغاية بالنسبة إليهم، وأيضا بأنهم أضافوا على هذا الأمر تحركات عسكرية مستمرة حتى يوم أمس، إلى يوم أمس وإلى صباح هذا اليوم هنالك العديد من التحركات التي تأتي في إحدى الجزر هنا وهي جزيرة مهمة جدا وهي شيمان. طبعا بكل تأكيد إذا ما توجهنا إلى هذه اللقطات القادمة من عدد من المواطنين الذين قاموا برفع الصور بكل تأكيد والمقاطع للقوات الصينية وهي تتجمع في الجزيرة التي ذكرتها لكم، سنلاحظ بأن هنالك تحركات كبيرة جدا للقوات الصينية. إذا ما ركزنا على هذه المنطقة واضح بأننا أمام جسر وأمام التصوير يأتي بهذا الاتجاه للقوات الصينية وهي تتحرك بهذا الاتجاه بأخذ عدد من العلامات لهذا الجسر، ومع حقيقة أن هنالك مياه بهذا الاتجاه وبأن هنالك موانئا بهذه المنطقة، كما نلاحظ بأن المدرعات والدبابات تتحرك بهذه المنطقة. سنقارن هذا الأمر مع القمر الصناعي لكي نعرف بالضبط من أين وأين تتوجه هذه المدرعات التي ترونها. دعونا الآن نتوجه إلى القمر الصناعي كما نرى بأنه رتل كبير متوجه إلى هذه المنطقة. دعونا نتوجه الآن إلى القمر الصناعي، وهنا سنتوجه بسرعة كبيرة إلى تايوان وسنتوجه إلى الجزيرة التي ذكرتها لكم بكل تأكيد. بالتوجه إلى هذه الجزيرة هنا سنلاحظ بأن هذه الجزيرة هي بهذا الاتجاه، وسنلاحظ بأن هنالك جسرا هو الذي يربط هذه الجزيرة بالجزيرة الأخرى، وبالتوقف طبعا بهذه المنطقة سنلاحظ أن الصور تتطابق تماما مع هذا الرتل، بأن السيارة التي كانت تصور أو الشخص الذي كان يصور هو كان يصور بهذا الاتجاه لهذا الرتل الذي كان يتقدم بهذه الطريقة، وبالتالي واضح جدا أمام علامات هنا المياه وهذه هي الموانئ الواضحة بكل تأكيد. بالتالي القوات تتجمع من هذه الجزيرة مباشرة إلى الجزيرة التي طبعا نلاحظها هنا، وبالتالي واضح جدا نحن أمام نقل مستمر
مستمر، تحشيدات مستمرة، لأن هذه الجزيرة هي الجزيرة التي تتوجه مباشرة إلى منطقة المهمة، وهي مباشرة إلى تايوان، تأتي بشكل خطر على تايوان. هنالك عدد من النقاط التي يجب أن ننتبه إليها من طبيعة التحشيدات التي تأتي بالنسبة للصين في هذه الجزيرة. هنالك ثلاث نقاط تحشد بها هي عبر هذه الجسور وغيرها من القوات المتواجدة، هي تحشد في هذه المنطقة وتحشد في هذا الميناء، وكذلك كان هنالك تحركا مثيرا على هذا الساحل، على هذا البيتش الذي ترونه الذي يذهب مباشرة إلى تايوان بهذا الاتجاه. والآن دعونا على سبيل المثال أن نأخذ واحدة من اللقطات لهذه المنطقة ونقترب منها، وسنلاحظ أن هنالك لقطات مصورة كثيرة تثبت طبيعة التحركات الصينية، وواضح جدا نحن أمام مباني كبيرة هنا بهذا الاتجاه، وأن هنالك مبنى قريب من هذا المبنى الذي نلاحظه بكل تأكيد. وبالتالي دعونا الآن نتوجه إلى هذه المقاطع التي هي تتطابق مع هذه المباني المميزة للغاية على هذا الميناء. سنلاحظ مباشرة من خلال هذا التصوير قطعات جديدة صينية موجودة هنا بهذا الشكل، وهذا هو المبنى الذي ذكرناه لكم بكل تأكيد، هو إحدى المباني الموجودة بهذا الاتجاه، وكذلك هذا هو المبنى الجانبي الصغير الذي يأتي بجانبه. وبالتالي لاحظ قطعات كبيرة جدا، هذه ليست قطعات للتدريب أو قطعات عادية ممكن أن يستهان بطبيعة تواجدها وتجمعها بهذه الطريقة. هنالك أيضا صور أخرى قد انتشرت لقطعات أخرى بالنسبة للقوات الصينية وهي تتحرك على الميناء الآخر، الميناء الجانبي الذي ذكرناه. هذه هي صورة وهنالك صورة أخرى توضح لنا من خلال بعض العلامات، سنعرف تماما أين هذه القوات الصينية وأين تتجمع. بالنظر إلى هذه القوات بكل تأكيد سنلاحظ بأننا مثلا من التخطيط من الأرض سنستطيع معرفة تماما أين هذه القوات. من هذه الإشارة توضح بأن هنالك علامة للسيارات أو العربات القادمة من هذا الاتجاه، تقدم إلى الأمام أو تقدم أو توجه إلى اليمين طبعا إذا ما كنا في مكانهم، وكذلك هذه الخطوط الأخرى التي ترونها بهذا الشكل. وهنا كما نلاحظ نحن أمام رافعة، وهنا كما نلاحظ طريق لهذه الرافعة، طريقين للرافعات بهذا الاتجاه مع المياه بكل تأكيد. دعونا الآن نذهب إلى القمر الصناعي مرة أخرى لنأخذ صورة أخرى لهذا التحشيد الكبير جدا في نفس هذه الجزيرة بكل تأكيد. دعونا نقترب الآن من هذه الجزيرة، هنا تايوان كما تلاحظون، هذه هي الجزيرة بكل تأكيد التي ترونها. تحدثنا عن هذه المنطقة، لنقترب من هذه المنطقة بهذا الشكل، ستجد بأن العلامات متشابهة. لنقوم بالتفافة بسيطة الآن لنلاحظ أين تتواجد هذه القوات، وسنلاحظ بأن هنالك تطابقا كبيرا للغاية. هذه هي نفس العلامات، وهذه هي نفس العلامة التي تتوجه إلى الأمام أو تذهب إلى اليمين من هذه الجهة طبعا، وهذه النقطة الأخرى، وهذه هي طبعا النقطة التي يعتمد عليها أو تعتمد عليها الرافعة في عملية التحرك بهذا الشكل، وهذه هي المياه وهذه هي الرافعات بكل تأكيد. وعلى هذا الأساس نحن فعلا أمام تحشيدات كبيرة جدا تأتي على الموانئ، تشبه تماما ما كانت تفعله القوات الروسية مع أوكرانيا. الآن هذه النقاط عرفناها، ولكن النقطة الأهم التي يجب أن نركز عليها هي هذا الساحل وتحرك الدبابات بشكل مثير، والناس هم يسبحون في هذا الساحل، كانوا يتمتعون بوقتهم ويمضون وقتا ممتعا، وفجأة الدبابات الصينية كانت حاضرة كما تلاحظون بهذا الشكل في هذه السواحل التي ترونها والتي تأتي مباشرة متوجهة إلى تايوان بهذا الشكل. لاحظ كيف تتحرك هذه الدبابات والمدرعات الصينية، الأمر ليس للمزح أبدا، ولا يبدو بأن هنالك أي قضية استعراض. قد تكون استعراضا وقد لا تكون استعراضا، هذه طبعا لا زالت أسئلة كبيرة جدا، هل ستفعلها الصين؟ هذا هو السؤال الأهم. كانت هنالك كثير من التصريحات القادمة من الخارجية الصينية التي أكدت بشكل واضح بأن سيكون هنالك ردا عسكريا وسيكون هنالك عواقبا لهذه المسألة. مثلا تصريحات وزير الخارجية الصيني وانغ يي قال الآتي: أولئك الذين يلعبون بالنار لن تكون نهايتهم جيدة، ومن يسيء إلى الصين يجب أن يعاقب. وهنا السؤال الأهم، إذا ما اندلعت الحرب فعلا
بين الصين وبين تايوان. كيف من الممكن أن يكون الوضع بالنسبة لهذه الحرب؟ هنالك الكثير من السيناريوهات التي قام عدد من الخبراء الأمريكيين وكذلك الغربيين بالنظر إليها. هنا تايوان طبعا وهنا الأراضي الصينية كما تحدثنا. بالنسبة لأغلب الخبراء الأمريكيين أكدوا وحتى الخبراء العسكريين الغربيين أكدوا بشكل عام بأن الأمور ستكون على مستويين للصين إذا ما قررت التوجه إلى تايوان، وهي من خلال استغلال مسألة مهمة جدا، المناورات التي دائما ما يقومون بها في الجهات ومن جميع الجهات عندما يقومون بها مع تايوان، وتايوان غير قادر على الرد لأن الحرب ممكن أن تنتهي في إحدى هذه المناورات. وجدوا الخبراء العسكريين من الممكن لتايوان أو للصين أن تقوم بضربة عسكرية سريعة جدا ومكثفة جدا على تايوان من أجل أن تعطل كل الاتصالات وكل النقاط التي ممكن أن تستخدمها تايوان في الدفاع عن نفسها جويا وبحريا وحتى على المستوى البري، تضرب جميعها وحتى المباني الحكومية، وبالتالي هذا سيمنع تماما الولايات المتحدة الأمريكية من أن يكون لها أي رد فعل وأن تعرف مثلا بالضبط ما الذي يحدث. يكون الولايات المتحدة الأمريكية صعوبة في عملية معرفة ما الذي يجري، هل هو قصف هل هو غزو، الضربات تكون سريعة للغاية وبعد ذلك تأتي الصين مباشرة لتتوجه عبر المياه بهذه الطريقة إلى تايوان بكل تأكيد. ولكن أيضا الصين يجب أن ننتبه إلى قضية مهمة، قد البعض يعتقد بأن لديهم والولايات المتحدة معروف بأن لديها أقمار صناعية مهمة للغاية وممكن أن تستغلها في هذه المسألة، ولكن الصين أيضا متقدمة عكس الكثير من الدول على مستوى الفضاء. ومثلا هذه الأنباء التي كانت مثيرة للغاية التي أظهرت إمكانيات الصين في الجو بأن لديهم روبوتات صغيرة من الممكن أن تقوم بعملية إصلاح الأقمار الصناعية في الفضاء أو سحبها أو تحريكها أو تغييرها وغيرها من هذه التفاصيل، وبالتالي بالنسبة لهذه الروبوتات ممكن أن تستخدمها الصين في عملية حجب الرؤية على الولايات المتحدة الأمريكية وتصعب الأمور تماما وتستغل الوقت في عملية الهجوم وتحقيق الغزو الحقيقي الذي تبحث عنه. ولكن تايوان يجب أن ننتبه بأنها قادرة على عملية الدفاع عن نفسها، لديها قواعد صاروخية تحت الأرض، لديها قواعد للطائرات ممكن أن تستخدم تحت الأرض، وهذا ما ممكن أن يستخدم ضد الأراضي الصينية وضد طبعا هذه الأرتال أو من المياه البوارج البحرية وغيرها والناقلات ممكن أن يؤدون ويحققون ضربات ويخلقون خطوطا دفاعية سريعة يزرعون من خلالها طبعا الماينز أو الألغام الموجودة من أجل إبطاء التوجه الصيني المباشر على هذه الجزيرة والولايات، ومن خلاله طبعا يكسبون الوقت من أجل الحصول على دفاع الولايات المتحدة الأمريكية عنهم. بكل تأكيد هم بحاجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مثل هذه التفاصيل، فالولايات المتحدة الأمريكية هي موجودة في اليابان وموجودة في جزيرة غوام بهذا الاتجاه، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى بعض الوقت، وتايوان بحاجة أن تكون صامدة أمام الغزو الصيني إن تم هذا الأمر، وبالتالي هذا أيضا يفتح الباب للصين أن تكون قد تستهدف هذه القواعد للولايات المتحدة الأمريكية. وهنا سندخل في سيناريو الحرب العالمية الثالثة الخطير للغاية بكل تأكيد، كل الأطراف تعي هذه الأمور، ولكن قد يكون هذا السيناريو واردا إذا ما تم بهذا الشكل. وطبعا تظل السيناريوهات مفتوحة ومطروحة في هذه القضية، ويجب أن نعلم تماما أن الصين بدأت بعملية فرض عقوبات الآن، فرضت عددا من العقوبات في مسألة على تايوان طبعا في عملية استيراد الحمضيات تحديدا، هي منعت استيراد الحمضيات من تايوان بعد الآن، وكذلك منعت أيضا تايوان وأوقفت استيراد كذلك منتوجين من المنتوجات السمكية القادمة من تايوان، وأوقفت تصدير الرمال الطبيعية الرمل الطبيعي تحديدا إلى تايوان الذي تعتمد عليه تايوان في صناعة أشباه المواصلات. وبالتالي هنالك فعلا سيناريوهات مثيرة للغاية، عقوبات بدأت تفرض من الصين على تايوان ممكن أن تعني الكثير بالنسبة للفترة القادمة إلى تايوان. هل الضغوط الاقتصادية ستحقق شيئا؟ هل الصين ستنفذ شيئا وستفاجئ التايوانيين؟ وما هي هذه الوعود التي وضعتها الصين تجاه تايوان؟ هل هي حقيقية أم لا؟